السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة الابريفياشنز والاكرونيمز والانيشاليزمز. والاختصار المعانا النهاردة هو YMMD YMMD. بيرمز لإيه الاختصار ده؟ الاختصار ده بيرمز ل You made my day، يعني to make someone very happy، يعني انك تخلي حد سعيد جدا. ناخد مثال Just let me know if you need anything else. Sure I will. It was great to hear from you. You made my day. ده عبارة عن تشات بين اتنين، فالاول بيقول للتاني ابقى عرفني لو انت احتجت اي حاجة تانية، والتاني بيرد عليه وبيقول له اكيد طبعا هكلمك، وانا النهاردة انبسطت قوي لما انت كلمتني وسمعت صوتك. Just let me know if you need anything else. Sure I will. It was great to hear from you. You made my day. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتم، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.